وللقراءة في نتائج الانتخابات الرئاسية للنظام السوري ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر. حياكم الله، أهلا وسهلا. في انتخابات لم يعترف بها إلا حلفاء بشار الأسد فاز بها بنسبة زادت عن 95%، ما الهدف من إجراء انتخابات معروف نتائجها مسبقا؟ يعني تصوري بشار الأسد يعني لا يقدم جديد عندما يأخذ هذه النسبة يعني المئوية. بتصوري بشار الأسد أراد أن يقول للعالم أجمع أن ما يحصل في سوريا يعني سيستمر على ما هو عليه، طالما أنه يعني لم تصله رسالة أن هناك إرادة دولية بإصلاح الأوضاع في سوريا. لذلك بشار الأسد والدول التي تدعم بشار الأسد هي تستغل غياب وجود إرادة دولية من أجل تحقيق العدالة في سوريا على وجه التحديد. أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية كلها التي اكتفت ببيان مشترك، والتي لطالما وصلتها رسائل أن ما يحدث في سوريا هو رسالة واضحة على أن هناك ديكتاتورية، هناك جرائم حرب، هناك استخدام لأسلحة محرمة دولية. في النتيجة هذه الدول كانت تفترض أنه يمكن إصلاح هذا النظام. بالنتيجة وصلنا إلى أن هذا النظام حتى في عملية التصوير أراد أن يستهزئ بالإرادة الدولية ويقول أنه حصل على 95%. يعني هذا بشار الأسد الذي قدم الحرب وقدم الجوع وقدم الأمراض وقدم القتل وقدم التهجير وقدم كل هذا الدمار يحصل على 95%، فكيف به إذا كان يقدم شيء إيجابي واحد؟ أنا أتصور يعني سيحصل على يتجاوز 100%. إذن في النتيجة يستهزئ بكل الخيارات التي استهلك يعني تقوم بها النظام الدولي أو الدول الغربية، وأنه ماض في تعسفه كون لا يوجد إرادة دولية بتحقيق عدالة في سوريا. تداول سوريون مقاطع مصورة مسربة من مراكز اقتراع تظهر مسؤولون يسودون بطاقات الانتخابات لصالح الأسد، ما هو تفسيركم لقبول الناخبين هذه التصرفات؟ يعني بتصوري الناخبون الذين يظهرون بالكاميرات هم ناخبون مبرمجون، يعني ينتقلون بهم من مكان إلى آخر، حتى شاهدنا أن هناك بعض الناخبين يعني يغيرون من ألبستهم ويظهرون بمقاطع أخرى. إذن بالنتيجة هناك لا يوجد احترام لا لعملية التصوير لا لعملية الانتخابات لا لعملية يعني إنسانية الإنسان. أنا بتصوري هؤلاء مجموعة من الممثلين من العملاء للنظام، شبيحة النظام، الذين يتواجدون أمام الكاميرا فقط لإدلاء بأصوات يعني شكلية، والغاية منها كما ذكرت إظهار أن بشار الأسد موجود على رأس حكومة بقوة. ولكن الشعب الحقيقي هو في الخيمة، الشعب الحقيقي هو الذي يتواجد في بلدان الجوار لسوريا، أتكلم عن ملايين وليس بآلاف. الشعب الحقيقي هو الذي موجود في المعتقلات في السجون. إذن الشعب الحقيقي مغيب تغييبا كاملا عن أي عملية ديمقراطية انتخابية، وكان الرأي العام الدولي يتصور أن الانتخابات ستمحو ما قبلها. وصلت النتيجة التي كانت الثورة تقدمها، الربيع العربي يقدمها، أن هذه الحكومات لا تفهم بالديمقراطية ولا تعمل بالديمقراطية، وبمجرد وجود إرادة دولية لتحقيق عدالة في هذه المنطقة ستذهب هذه الطغمة الحاكمة. بالمقابل خرجت تظاهرات رافضة في المدن التي تسيطر عليها المعارضة وفي عدد من عواصم العالم أيضا رفضا لهذه الانتخابات، كيف ترى موقف أغلب الشعب السوري من هذه الانتخابات؟ يعني بداية لنقل أن هناك مدن تحت سيطرة النظام لم تقبل بالانتخابات، أتكلم عن السويداء التي حاول معها النظام كثيرا بإرسال وزراء وبوعود مالية بتحسين الأوضاع، ولم يظهر أي يعني احتفالات أو صناديق انتخابات السويداء. نفس بالنسبة لدرعا. أما بالنسبة للمظاهرات الجبارة التي ظهرت في أماكن يعني خارج سيطرة النظام في سوريا في مناطق شمال شرق أو شمال غرب سوريا، رسالة واضحة على أن هذا النظام يعني لا يحتاج يعني إلى أن يكون هناك تصريحات بعملية أن ينصاع إلى الإرادة الدولية، يحتاج إلى أن يكون هناك أفعال حقيقية، إرادة حقيقية، وتطبيق حقيقي للأقوال التي يظهرون عليها. أما وأيضا هناك كان مظاهرات على مستوى الدول المهجر. بالنتيجة أريد أن أقول أن الشعب السوري بالإجماع يحمل مسؤولية ما يحصل في سوريا للإرادة الدولية، للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، التي من المفروض أنها ترعى قرارات دولية وتؤمن تطبيقها. أتكلم عن قرار 2254
الذي تكلم عن وجود هيئة حكم انتقالي، تغيير دستوري، تحضير الدستور، ومن ثم عملية انتخابات وفقا للدستور التي ترعاه الأمم المتحدة وبملاقبة الأمم المتحدة الذي حصل. طرب بشار الأسد بالقرارات الدولية التي يعني افترض أنه ينصاع إليها، وأيضا ضرب بشار الأسد بمسودة الدستور، وضرب بشار الأسد بأن رشح نفسه وهو لازم يكون على يعني القوائم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم دولية، وبالنتيجة هو المرشح الوحيد والناجح الوحيد الذي حصل فيه. لكن في النهاية لا زال المجتمع الدولي يتعامل مع النظام السوري، بل وهناك من الدول الإقليمية من يحاول إعادة بعث النظام بعد موته، ما هو تفسيركم لذلك أيضا برأيك؟ يعني بتصوري الدول في الإقليم تتحول يعني تتحسس أن هناك تغيرات تحصل في المنطقة في الإقليم، هي تخشى من الإدارة الأمريكية القائد يعني الحالية بايدن، هي يعني وجدنا أن هناك حالة تخبط في التعامل مع بشار الأسد، ولكن في النتيجة هذه الدول لا تستطيع أن تمنح هذا النظام أي شرعية، لا تستطيع أن ليس لها فاعلية على مسار الحل السياسي في سوريا، وبالتالي هي مجرد مظاهر لعلاقات شكلية لن تنعكس لا على الاعتراف ببشار الأسد ولن تنعكس على تثبيت بشار الأسد وتغيير أن هذا النظام نظام ديكتاتوري وقاتل ويستهزئ بالمجتمع وبالإرادة الدولية. بالنهاية هل تعتقد أن محاولات تدوير الأسد من الدول الإقليمية أو انتخاباته غير المعترف بها يمكن أن تعطي الشرعية للأسد ولنظامه؟ بتصوري ما حصل في الانتخابات كانت هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير، كل إنسان أو كل نظام أو كل دولة تضع يعني ثقلها في إعادة تدوير النظام سيستهزئ منها الشارع الدولي الشعوب على مستوى العالم، وأيضا سيكون هناك رسالة مفادها أن تكريس مثل هؤلاء الحكام هو الأمر الواقع، وبالتالي لا معنى الوجود لا للشرعة الدولية ولا للقوانين الدولية ولا للعدالة والمحاكم الدولية. أنا أتصور بشار الأسد بعد أن تصرف كل هذه التصرفات طوال العشر سنوات لا يستطيع أحد أن يبيض سمعته أو يبيض سجله الإجرامي، وكل من يضع يده في هذا السجل الإجرامي سينوصم وصمة عبر التاريخ وعبر مجتمعاته في الواقع الحالي. ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.